طيب طبعا عندنا أسئلة كتيرة جدا من حضراتكم على صفحة البرنامج. معنا دكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة علشان يرد على الأسئلة دي. برحب بحضرتك يا دكتور، أهلا بيك. أهلا يا أستاذ ريهام، ازيك يا أستاذ عمرو؟ أهلا يا فندم، ازيك حضرتك دكتور؟ دكتور أنا هسأل مع حضرتك على الاستفسارات الخاصة بالسادة المشاهدين علشان استثمر الوقت، وأكيد أحب أعرف طبعا رؤيتك لأوضاع كورونا بعد القراءة لكافة الإصابات والوفيات في الدول، ولكن الأسئلة عندنا كتيرة فهبدأ ب سوفيا. بتقول عايزين نعرف الأدوية اللي ممكن نستخدمها في الوقت الحالي، خاصة إذا كانت الإصابة مبكرة، والأدوية اللي ممكن تؤدي للنتيجة العكسية، يعني ممكن فعلا الناس تكون بتستخدم أدوية زي البروفين، هي ضربت بيه مثل، بتقول ممكن تكون نتيجته عكسية والناس بتستخدمه على أنه حاجة يعني كويسة ومسكن. بالضبط، هو الحقيقه الاستخدامات العلاجيه في مرحله اللي هي المراحل البدائيه للمرض، سواء كان انفلونزا او انه كان عدوى بفيروس كوفيد 19 او كورونا المستجد، بتبقى الاثنين فيهم الام في الجسم، حراره. علشان انزل ده، الحاجه الثالثه طبعا اللي احيانا بتحتاج لازم للذهاب الى طبيب هي ضيق التنفس او كرشه النفس او عدم القدره على التنفس بالراحه مع سرعه النفس. الجزئيه الاولانيه اللي هي عشان انزل الحراره او اسكن الالام في الجسم، استخدم الباراسيتامول، ما استخدمش اي حاجه من الحاجات اللي هي النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، اللي هي مجموعه الايبوبروفين والكاتافلام والكاتافاست والحاجات دي كلها، ما فيش داعي لاستخدام غير الباراسيتامول لانه وجدوا فعلا باراسيتامول. طيب ممكن اخده يعني 500 او 1000 ممكن كل 6 ساعات. تمام، نروح للسؤال الثاني الحقيقة من الأستاذ إبراهيم، بيسأل حضرتك يا دكتور، بيقول بخصوص مرضى السرطان بتكون المناعة نازلة أثناء وبعد العلاج الكيماوي، يا ترى إيه وضعهم خصوصا أنهم بيشتغلوا وبيتعاملوا مع الناس؟ لا، دول أولى الناس أن هم ما ينزلوش يعني من البيوت. الحكومة ادتهم أجازة لو هم موظفين يعني امبارح. بالضبط، ودي الحقيقة تصرف سليم جدا من الحكومة. الحاجة التانية انه لازم يلبس ماسكات، لان اذا هو ما بينزلش في واحد بيدخل يصلح له حنفية، في بواب بيكلمه، فيجب انه يلبس ماسك في الحديث مع الناس. يجب غسيل الايدين باستمرار واتباع التعليمات اللي الطبيب بيقولها له علشان خاطر ما يحصلش اي نوع من المضاعفات او عدوى باي نوع من البكتيريا او الفيروسات الاخرى او التقاط. يا رب يحفظ، يا رب يسلم الجميع يا رب. السؤال اللي بعد كده من الاستاذ احمد الشامي، وبادئ سؤاله بخد عندك السؤال، لو واحد جاله الفيروس وخف خلاص، هل يبقى عنده مناعه من هذا الفيروس ولا ممكن يتعب تاني؟ الداتا مش كفايه اللي احنا عندنا بالنسبه للموضوع ده، لكن هي حصلت علشان خاطر في واحد كان في الصين فتره الحضانه بتاعته طالت ل 27 يوم، فمنظمه الصحه العالميه رفضت ان دي تكون فتره حضانه، واعتقدت او حطت احتماليه ان هو ري انفكتد، يعني كان عنده عدوى ورجع اتعادى تاني. لكن الحقيقة ما فيش دراسات كافية بتقول ان الاصابة بالفيروس بتحمي لمدة قد ايه، وبتطلع قد ايه من الانتي بوديز اللي ممكن تحمي الاجسام مضادة. تمام. في معلش انا عايز لان في بعض اسئلة جات لي انا شخصيا عن الحوامل أيوة. وعن ليه الاطفال اللي هم الصغيرين ما فيش فيهم نسبة وفيات.
دول سؤالين مهمين احب اجاوب عليهم بعد اذنكم. النمرة واحد بالنسبة للحوامل مفيش برضو عدد كافي نقدر نطلع منه بكونكلوجن او باستنتاج، لكن هناك 9 حالات في الصين اصيبوا من السيدات اصيبوا بالفيروس كورونا اثناء الحمل في 3 شهور الاخيرة. لم يحدث شيء ليهم كمضاعفات ولم يحدث للجنين شيء يؤدي الى ان هم تولدوا قبل الاوان او ان هم تولدوا بانفكشن او حاجة تؤدي الى مشكلة في الجهاز التنفسي. فده بالنسبة للحمل، لكن على السيدة الحامل ان هي تكون زي المجموعات الاكثر تعرضا للاصابة، اللي هم مرضى نقص المناعة والاورام وعند الكلى والكبار السن، لازم تاخد بالها جدا. طيب الحاجة التانية، السؤال التاني عن الاطفال. ليه الاطفال نسبتها اقل في الوفيات؟ عندي مثلا من 0 لـ 9 مفيش وفيات خالص. من 9 لـ 15 نسبة ضئيلة جدا، وحتى لما بيجيلها الفيروس ما بيحصل لهاش مضاعفات. الحقيقة الجزئية دي هناك دراسات عليها، لكن مش قادرين يصلوا حتى الآن الى استنتاج يقول ليه بالظبط وايه اللي بيحصل في جهاز المناعة. هل ده بسبب المناعة للطفل؟ هل ده بسبب المناعة؟ وخصوصا ان في ناس برضو بتسأل، والسؤال الجاي برضو من واحدة من المشاهدين بتقول انا عايز اعرف ازاي اقوي المناعة عندي لان مناعته ضعيفة، وده سؤال عند ناس كتير جدا. نبتدي ناخد اقراص فيتامين سي مثلا، نبتدي ناخد حاجات معينة، سابلمنتس معينة؟ بالظبط، هو طبعا التغذية، ودي نقطة مهمة جدا. يعني عليك بالتغذية اللي فيها فيتامين A زي الفلفل الأصفر وزي الجزر وزي الحاجات اللي هي كلها المشمش، الحاجات دي كلها. الخضروات الورقية، انك فيتامين C اللي موجود في الجوافة والموالح والكيوي والحاجات دي كلها. ايضا فيتامين دي، فيتامين دي من الحاجات المهمه اللي بتاخد 300 وحده كل يوم، ده مهم ايضا للمناعه. عندي كمان زيت الزيتون، عندي الزنك اللي موجود في المأكولات البحريه، وايضا السيلينيوم نفس الوضع. طبق السلطه، البليله، المكسرات، الحاجات اللي هي زي يميش رمضان، الأراسيا، التمر. طيب دكتور، علشان أنا جات لي أسئلة كتير قوي على الهواء دلوقتي، يعني أنا هقول الأسئلة المشتركة، في أسئلة شبه بعض. نسرين بتسأل حضرتك، هو الأعراض لازم تكون فيها ارتفاع درجة حرارة، ولا ممكن الكحة بس كمان تكون مقلقة؟ يعني السؤال أعتقد المتزايد، يعني مش الكحة العادية. تفضل. لا، الكحة لوحدها اولا هو بيبقى كحة جافة غالبا، وبتصاحب، لان الفيروس يعني اهم حاجة بيعملها انه بينزل بينزل للجزء السفلي من الجهاز التنفسي في الرئتين، وبالتالي لما بيدخل الى الحويصلات الهوائية والخلايا الرئة بيسبب عاصفة مناعية شديدة جدا، وده اللي بيعمل درجة الحرارة وبيعمل الكحة وبيعمل ضيق التنفس. ف5% من الناس بس هم اللي بيجي لهم الرشح والتهاب الحلق والحاجات دي، لكن معظم الناس اللي بيجي لهم كورونا بصورة سيئة هم بيبقى فيها حرارة، لكن ممكن يجي حرارة خفيفة ويعدي كدور برد عادي، وده اكتر من 80% بيحصل. تمام. طيب يا دكتور معلش برضو عايز اسأل حضرتك، يعني الناس بتقول مثلا، اياد مثلا بيقول عايز اعمل تحليل كورونا
اعمله فين؟ وهل تنفع للاطفال اقل من 7 سنين؟ هو ينفع واحد عشان يامن نفسه ويامن ولاده يقول اروح اعمل كده تحليل كورونا من نفسه عشان ناس انا عندي حد هنا معانا في الفريق لا. مصدع فيقول لي انا خايف يكون عندي كورونا وهو مصدع بس يعني انا عارفاه هو ورا الكاميرا هو جاب لنا صداع الحقيقه يعني لا الحقيقه لا ده استهلاك في غير موضعه للحاجات اللي غيرك محتاجها يعني حتى الرئيس ترامب لما قالوا له اعمل تحليل كل الاطباء في البيت الابيض قالوا ما ملوش لازمه صح. اساسا لان ما فيش اي اعراض تشير الى كده لكن هو زي ما تقول عشان في ناس يعني قالت له انت خايف تعمل التحليل او كده فهو ما عملوش النائب بتاعه اللي ماسك الفريق بتاع كورونا ما عملوش بالظبط فيعني انهم هم يعني اي حد ما عندوش اعراض ما فيش داعي انه يستهلك صح. المستلزمات الطبيه والكفاءات والادوات التحليل والمطهرات في غير لازمه يعني اعملها بس في لما يكون ليها لازمه وده بيحصل بس طبعًا. عن طريق وزاره الصحه مع امن وزاره في المعامل المركزيه مفيش معامل خاصه احنا جربنا فعلا نتواصل مع المعامل الخاصه قالوا لنا لا ما عندناش مش موجود صح يعني اللي مصدع برضو شويه بالزبط. مفيش حاجه ده مجرد صداع يعني عادي يعني ما يقلقش يعني لا 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 خالص تمام والف سلامه يا استاذ عادل زي ما بقول لك طيب. ممكن دكتور. الفيروس يعني ممكن الفيروس في اكثر اي دلوقتي عندي سؤال من جروب أمهات بيقولوا لحضرتك الكلور بيستخدموه على الأسطح للتنظيف يعني عملية تطهير يعني هم قلقانين من أنه الاستخدام ليه كتر قوي الأيام دي وبقى على الأسطح بقى على الكراسي يعني في طبعا حالة طبعا زي ما حضرتك فاهم في البيوت يعني دلوقتي للحفاظ على الصحة طيب بيشوفوا مع حضرتك الموقف إيه بالنسبة لاستخدام الكلور بالطريقة دي اولا استخدام الكلور ما يستخدمش مركز تمام. لانه ممكن يعمل نوع من حساسيه الصدر لان ليه تمام. ريحه نفاذه جدا ولا يستخدم على الجلد بشكل مباشر أيوة. لكن يستخدم فقط للاسطح ويخفف بنسبه 1 إلى 10 يعني اذا خدت فنجان يبقى قصاده 9 كوبايات ميه علشان اقدر اخففه التخفيف اللي هو يقتل الفيروس وفي نفس الوقت ما يضرش ولازم يقعد على الأسطح حوالي 10 دقايق كويس تمام. جدا بنشكرك يا دكتور عبد الهادي شكرا جزيلا لحضرتك وشكرا لوقتك الحقيقه على كل المعلومات اللي حضرتك بتديها لنا وللساده المشاهدين الحقيقه ويوميا هنكون مع حضراتكم ابعتوا لنا اي اسئله عندكم واحنا بنصنف الاسئله وان شاء الله نقدر نلبي اكبر قدر منها